بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزلفلاون. سيداتي والسادة أعزائي المواطنين، معكم بن عامر محمد، مناضل في حزب جبهة القوى الاشتراكية. أتوجه إليكم بصفتي ممثل مترشح الأفافاس السيد يوسف أوشيش التي تجرى يوم 7 سبتمبر 2024. إن حزب جبهة القوى الاشتراكية وعبر برنامجه الرئاسي رؤية إليكم أهم البنود والإصلاحات داخل المنظومة الصحية. نحن أمام تحدي حاسم في مجال الصحة العامة في الجزائر، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات لتحسين خدمات الصحة، فإن نظامنا الصحي ما زال يعاني من مشكلات أساسية في الحكومة: الإدارة والتقييم والأداء. رغم زيادة النفقات الصحية، فإن هذا لم يكن كافياً لتحسين جودة ورعاية كما نطمح. نرى فجوات واضحة، حسابات وطنية للصحة نادراً ما يتم إعدادها، تكلفة مرتفعة لعلاج المرضى، نقص متكرر في الأدوية بسبب التخطيط الغير الكافي، إضافة إلى معدات غير كافية من ناحية أخرى. فإن العديد من المنشآت والصحية باتت قديمة، ومضافون الذين غالباً ما يكونون مرهقون ويبحثون عن ظروف عمل أفضل في القطاع الخاص والعام. تؤدي هذه الحالة إلى تزايد في خصخصة الرعاية الصحية، وغالباً ما تكون تكاليف الرعاية فيها مرتفعة للغاية. كما نواجه ظاهرة هجرة الأدمغة، حيث يغادر مئات من الأطباء والمدربين وإخصائيين بتكاليف باهظة إلى الخارج كل عام بحثاً عن فرص أفضل بسبب الظروف الغير ملائمة التي نقدمها لهم في الجزائر. الوصول إلى رعاية صحية يظل غير متساوي مع تباينات كبيرة بين مناطق حضرية وريفية، وبين الشمال والوسط والجنوب. مستوى تدريب الطاقم الطبي متباين، مما يؤثر على جودة الرعاية. كما نواجه مشاكل في الإدارة البيروقراطية والفساد التي تعيق فعاليات النظام الصحي. الاعتماد المفرط على الاستيراد الأدوية يؤدي إلى تأخيرات وصعوبات في الحصول على العلاجات الأساسية. في مواجهة هذه التحديات، يقترح مترشح جبهة القوى الاشتراكية إصلاحات طموحة تهدف إلى تحديث وتحسين نظامنا الصحي. إليكم أبرز ما يتضمنه البرنامج رؤية. مختلف الجهات الفعالة في مجال الصحة بما في ذلك الحكومة والمستشفيات والأطباء لتعزيز التعاون وتحقيق أقصى تأثير ممكن من التدخلات الصحية. ستدمج هذه الهيئة القطاع الخاص في النظام الصحي الوطني لتجنب إنشاء نظام صحي مزدوج. ستساهم في تخصيص الموارد بشكل أفضل وتقليل التباينات الجغرافية وتحسين مهارات وجودة الرعاية. أولاً، تحسين التدريب المستمر. استمرار في التدريب وتكوين دون انقطاع بإقامة لقاءات وندوات منتظمة للطاقم الطبي لتحديث مهاراتهم وتعزيز جودة الرعاية الصحية. ثانياً، تطوير استراتيجيات الوقاية. سنعمل على وضع استراتيجيات شاملة للوقاية من الأمراض بما في ذلك حملات التطعيم وبرامج الكشف المبكر للأمراض. رابعاً، إدارة فعالة للأدوية. سنعتمد تخطيطاً دقيقاً لتفادي نقص وضمان توفر الأدوية الأساسية بشكل مستمر. تحسين العدالة في الوصول إلى الرعاية. سنركز على الفئات الضعيفة ونستثمر في المناطق الأقل خدمة لضمان وصول عادل إلى الرعاية الصحية. إصلاح تنظيم التكاليف. سنحدد سقفاً لرسوم الاستشارة، وسندمج الأتعاب في بطاقة شفاء لتحقيق شفافية أكبر في التكاليف، وبعض الأدوية التي لم تدرج بعد والتي أنهكت تجيب المواطن. تعزيز التربية الغذائية والوقاية. سنسجع على التعليم الغذائي الجديد، وسنراقب استخدام المبيدات، وسنضع قواعد للكشف المبكر عن الأمراض. إنشاء منصة مستشفيات وطنية. سنعمل على تطوير شبكة مستشفيات الوطنية تتماشى مع المعايير الدولية، وسنقوم بإدخال سجل وطني للمرضى المزمنين لتحسين متابعة حالتهم الصحية. إعداد بطاقة وطنية للأدوية. سنطور بطاقة وطنية للأدوية لتحسين مراقبة وتوزيع الأدوية بشكل فعال. تحسين دور الطبيب العام.
ستصبح الاستشارة مع الأطباء المتخصصين متاحة فقط بعد التوجيه من طبيب العام، مما يضمن تقديم رعاية مناسبة ويقلل من الأخطاء الطبية. إعادة النظر وإدماج التقاعد النسبي للمنظومة الصحية والتعويضات على الأضرار المهنية بالنسبة للقطاع الصحي لكل موظفين دون استثناء. أعزائي المواطنين، الصحة هي أساس مجتمع قوي وسليم. الإصلاحات التي نقترحها تهدف إلى ضمان جودة أعلى للرعاية الصحية، إدارة أكثر شفافية، وزيادة العدالة في الوصول إلى خدمات الصحة لجميع المواطنين بتصويتكم لمترشح جبهة القوى الاشتراكية عبر برنامجه رؤية، وتختارون مستقبلا حيث تكون الصحة العامة دعامة حقيقية لتقدم وطننا. شكرا لكم على اهتمامكم ودعمكم، والسلام عليكم.